في الدرس 135 مع كلمة مهمة جدا، كلمة check. check هيا نتعلم استخداماتها ونحفظها في الجمل مع أهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس، وشارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك عند نهاية هذه الدقيقتين في هذه الحلقة. إذن خلينا نأخذ معنا كلمة check التي تعني التحقق من شيك أو فحص. check check هذه أهم معاني كلمة check. مثال أول على كلمة check: keep your receipt. keep your receipt احفظ احتفظ بإيصالك. keep احتفظ your receipt بإيصالك. to check to check للتحقق. against your statement للتحقق من كشف حسابك. مثال الثاني: check the expiration date on your passport. check check the expiration date on your passport تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على جواز سفرك. اقرأ معي: check the expiration date on your passport. المثال الأول اقرأ معي أيضا: keep your receipt to check against your statement. أما عندنا أهم مرادفات كلمة check: review مراجعة، examination، setting، stopping. هذه أهم مرادفات كلمة check. أما الآن حاول أن تستخدم كلمة check في جملة، ضعها في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا بالحلقة القادمة مع كلمة مهمة جدا وهي كلمة child. child سوف نشرحها بالتفصيل. إلى اللقاء.